بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. خريستوس انستي المسيح قام بالحقيقة قام. في هذه الرحلة المقدسة التي تعيشها الكنيسة في هذه الايام، فترة الخمسين المقدسة التي نحتفل بها بقيامة رب المجد يسوع المسيح، نجد ان الكنيسة طول هذه الفترة متهللة فرحانة بنصرة رب المجد يسوع المسيح وهي بالحياة على الموت وقيامته، لا من أجل أنه هو قام، بل بالأكثر من أجل أنه أقامنا معه من موت الخطية. ونلاحظ فرق بين حاجتين. فترة الصوم المقدس كانت رحلة يحس الناس فيها أنها فترة تعب وشقاء، فترة سجود ومطنيات، فترة جهاد ودموع، وكان ذلك من أجل أن يحصل الإنسان في النهاية على الخلاص من قبل صليب رب المجد يسوع المسيح. وتنتصف هذه الفترة أو تتوسط هذه الفترة ما بين الصوم المقدس والخمسين فترة أسبوع تتغير فيها هيئة الكنيسة بالكامل وتكتسب السواد، ويتزلل الجميع طالبين الخلاص من رب المجد يسوع المسيح. ويأتي يسوع المسيح حاملا عار البشرية كلها، كان يئن في داخله من أجل ضعفات البشر، إلا أنه كان يبتهج في داخله من أجل أنه جاء ليخلصهم. ويحدث الصلب وتتألم الخليقة كلها، وينزل المسيح إلى الجحيم ويزبي سبيا ويعطي الذين فيه كرامات، ويفتح الأسوار التي كانت قد أغلقت الفردوس، ويعطي بهجة وفرحة لكل الأبرار الذين كانت أرواحهم مقبوضة عليها من قبل إبليس. ويقبض الله بذاته على الروح الشرير، روح إبليس، ويقيده لكيما يجعله بعيدا عن أولاده، ويعطي النصرة وينقلهم جميعا إلى فردوس النعيم، إلى مكان الراحة والتعزية. بعد هذه الفترة وبعد أن تتأكد الكنيسة أن الإنسان حدث له الخلاص، تيجي بفترة فرح جميلة، فترة الخمسين المقدسة، وتقول قد تم خلاصكم، فها بنا نسعى من أجل أن نصل إلى الملكوت. وكما صعدت بنا الكنيسة من بداية الصوم إلى نهاية الخلاص، تصعد بنا الكنيسة من بداية القيامة إلى الوصول إلى الملكوت، حيث المعية الدائمة مع الله. فتأتي الكنيسة في الأسبوع الأول كيما تؤكد إيماننا، وتسأل كل من له شك في المسيح، هل قام المسيح أو لم يقم؟ تؤمن أو لا تؤمن؟ عندما يرى فينا المسيح إيماننا بقيامته، يأخذنا في باقي الرحلة كيما يعطينا من جسده المقدس ويروينا من دمه الكريم، علشان تتغير طبيعة أجسادنا الفانية إلى أجساد تلبس المسيح، ويعطينا جسده ودمه قربانا كل يوم على المذبح اللي هو الحد النهاردة بتاع حد الخبز، حد الشبع. يشبعنا المسيح بجسده ودمه. كمل لكم الرحلة باختصار ونقف شوية عند هذا الحد. بعد كده تعطينا الكنيسة كما أكلنا جسده وابتلع عدم الماء الموت، الموت اللي في أجسادنا المسيح ابتلعه، وأعطانا أجساد حقيقي بتنحل بالتراب مع الموت، إلا أن يبقى فيها الحياة التي في أرواحنا التي تصعد وتنتظر في الفردوس
إلى أن يأتي المسيح ويهبنا الجسد اللي احنا كنا لابسينه مرة أخرى، لكن بالطبيعة النورانية التي لا تحمل فساد، بالطبيعة التي هو أراد أن يكون بها الإنسان، بالطبيعة التي لا ترى ولا تلمس ولا تشترك في خطية، كما يقول سفر الرؤيا قاعدين كلنا في معية المسيح يمسح الله كل دمعة من عيونهم، قاعدين لا عندهم لا ليل ولا نهار، لا مرض ولا جوع ولا عطش، لأن كل هذه الأشياء التي نشعر ونتألم بها الآن هي نتاج خطية، نتاج انحراف الإنسان عن الطريق الذي وهبه الله له. يعطينا جسده ودمه مقدمين له على المقدمين لنا على المذبح كل يوم. في هذا الحد الثاني في اعطاء الجسد والدم لينا، يهب اجسادنا عفه وطهاره، يهبها حياه ونقاوه، وينتقل بينا بعد كده الاسبوع اللي بعده يدينا ماء الحياه، ويعطينا من خلال هذا الماء الروح القدس الذي يجدد الطبيعه مهما كانت الخطيه. اترك الجره وتعالى وهو يهبك حياه جديده معه. وعندما نلبس هذا الجسد ونرتوي من هذا الماء يرينا وينير لنا الطريق، يوصلنا للطريق الذي يصل بنا بقى، تبدا المركبه بتاعتنا لا فيها جوع ولا عطش، لا فيها خطيه، عايشه باستمرار مع الله، تبدا تصعد ترتفع فوق مستوى الارض الى ان تبدا مهيئه للصعود للسماء. قول له يا رب انا جاهز دلوقتي علشان اركب المركبه السمائيه التي بها بقى استحق المعيه معك بحلول روحك القدوس الذي يعطيني ثمر الروح القدس الكثير المتعدد المواهب اللي به يرى كل شيء حسن ومبارك، وهو ده ما بيتم فعله في الاحد الاخير وهو احد الخمسين. ففي هذه الرحلة نصعد سويا من بداية إيماننا بالقيامة إلى أن نعاين مجد الله في السماء، علشان يتحقق لنا نور أو قيمة الخلاص الذي صنعه لنا المسيح. القصة ليست صليب، والقصة ليست طعنات، وليست آلام حملها المسيح، إنما القصة هي ما بعد الصليب. يا مناس المسيح تعب علشانها، وسيكون الصليب بالنسبة لهم لا فائدة له، لأنه لم يستحق الغفران، ممشيوش معاه الفترة المقدسة التي للخمسين اللي بيها يقدروا يصعدوا للسماء ويعينوا المجد المعد لله والمعد والله لجميع القديسين. في هذا الحد المبارك الكنيسة بتعطينا سر من الأسرار الكنسية السبعة، وهو سر الإفخارستية، وهو تاج الأسرار. تاج الأسرار في هذا السر، إن لم يكن قد آمنا كما آمن توما بعد رؤيته المسيح، ما حدش هيآمن إن هو ده الجسد وهو ده الدم. إن ما كناش آمنا بقيامة المسيح مش هنبقى مستحقين ان احنا نيجي علشان ناخد جسده ودمه. الكنيسة تصنع لنا كل يوم هذه الذكرى من خلال القداس الجميل اللي بنسمعه كل يوم. الكنيسة قبل كده كان زمان بيصلوا حد وجمعة او حد واربع وجمعة، دلوقتي في كنائس كتيرة اللي فيه شعب كتير، واللي في الكنائس بتصلي كل يوم، مش علشان فيه أبركة كتير ولا علشان فيه قربان كتير. سألوا البابا كرولوس أول من واظب على الصلاة كل يوم وكان في مغارة بعيدة خالص عن الناس وعدد قليل قد يكون فرد أو اتنين بيروح، يقولوا له يا أبونا بتصلي كل يوم ليه؟ يقول لهم عبارة جميلة قوي، يقول لهم لعل الله عندما ينظر جسد ابنه يتمزق على المذبح يعود فيرحمنا. لعل الله عندما يرى جسد ابنه يتمزق على المذبح يعود فيرحمنا.
ووجود الجسد والدم كل يوم على المذبح هو من أجل خلاصنا وأيضا من أجل تبكتنا. هذا الجسد الذي يعطى لكل الناس بيقول لك حياة أبدية لمن يتناول منه. هذه الحياة الأبدية أنا باجي أخدها على أي اعتبار؟ على أن ده هو الجسد، جسد الله، الجسد الذي يهب الحياة، الجسد. القديس يوحنا زابيل فم يقول برضه عبارة جميلة، يقول لك كيف يموت من كان طعامه الحياة. الإنسان اللي بيأكل حياة ده، اللي بياخد جسد وده مش بيقول حياة أبدية لمن يتناول منه، كيف يموت ذلك الإنسان الذي كان طعامه الحياة؟ تفنى أجسادنا وتنحل بالتراب، لكن فيها عدم الموت على انتظار القيامة الممجدة التي فيها يبوق رئيس الملائكة ويقول للناس ييجوا من أقاصي الأرض، من الشرق ومن هنا ومن الغرب والشمال والجنوب، ويقوم الكل يلبس الأجساد النورانية اللي مجدها المسيح بقيامته عشان يستحق المعية معه في ملكوت السماوات. كنيسة تعلمنا ان في هذا السر هو حضور فعلي مش ذكرى، هو حضور فعلي للمسيح. السيد المسيح اللي منكم حضر الاسبوع اللي فات، تلمذي عمواس مشيوا معاه، كانت اعينهما مغلقة مش شايفين ربنا خالص، لما جه قعد لك اخذ الخبز قصر، اخذ الخبز وبارك وقصر واعطاهم. هو ده اللي احنا بنعمله، تقدم الحمل وابونا يصلي يبارك ويقصر في القسمة ويعطي. بعد ما اعطاهم يقول لك ايه؟ فانفتحت اعينهما، فانفتحت اعينهما. ما ياخدش من جسد ودم ربنا عينيه حتى انها مش مبصرة الحياة الابدية ولا طريق السماء. عشان كده الكنيسة بتخلي هذا القداس في محطات حلوة قوي، في محطات السماء بقاش في أسوار ولا في سقف ولا في سور ولا في حاجة بيننا وبين السماء. ساعة ما ابونا كده يجي يفحص الحمل وهو واقف قدام المذبح، نتذكر الجلدات التي كانت على المسيح من أجل خطايانا، نذكر خطايانا ونقول له يا رب ارحمنا، يا رب خلصنا، تكون السماء مفتوحة، نبس إلى الله طلباتنا في هذا الوقت وربنا يقبل الطلبات بتاعتنا. عندما رب أبونا هو قاعد كده وهو واقف يصلي في مرحلة تانية في القداس، يقف علشان يعمد الحمل، وهو داخل بيعمد الحمل يتذكر على طول ساعات ما كانت السماء مفتوحة وروح الله نازل، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. السماء مقفولة ولا مفتوحة؟ السماء مفتوحة، تصعد طلباتنا إلى الله. وساعتها كل واحد اللي مش واقف بقى منتبه يفحص فكره، أين كنت في هذه اللحظة؟ أين هي طلبات التي طلبتها من الله؟ ساعة ما يجي أبونا يقول هذا الخبز يجعله جسد مقدس، ومين اللي هيعمل؟ أبونا ما هو إلا وسيط خدام لربنا وضع فيه روحه القدوس، لكن الروح القدس نازل من السماء عشان يحول هذا الخبز إلى جسد وهذا الخمر إلى دم. السماء مفتوحة، السماء مفتوحة، وأنا واقف أعمل إيه؟ واقف أعمل إيه؟ واقف أتكلم، واقف سرحان، واقف أنا أطلب من أجل خطاياي وأطلب من أجل طلباتي اللي بقن منها واشتكي لفلان وده وده من أجلها، ألا المسيح واقف بيسمع كل الطلبات وكل هذه الشكاوي عند حلول الروح القدس على الخبز وعلى الخمر. ساعة ما يجي أبونا في القسمة كده زي ما قلت لكم، البابا كرولوس كان يقول يتمزق جسد ابنه، يقسم كده، السماء تستجيب لكل الطلبات، تسمع كل الصلوات. هذا السر عظيم، سر جسد ودم ربنا يسوع المسيح، سر الإفخارستية. وإحنا بيقولوا لنا الوصية لما بنيجي نستلم الذبيحة في الدير، بيقولوا لنا عبارة جميلة قوي، الشمامسة والإخوة اللي بيقفوا يشوف أبونا عمال في الصينية يقعد بإيده مرة واثنين وثلاثة ويعرض الصينية على الموجودين عشان يدققوا النظر. ليه؟ لأن يقولوا لنا في الوصية كده، اعلم أيها الأب أن ما بين يديك العالم كله لا يستحق منه مثقال ذرة، العالم كله
لا يستحق منه مثقال ذرة. يا حلو يا عظمتك يا رب، انت بتديني هذا الجسد، باخد المسيح جول، بلتحف بالنور، بلتحف بالنور. علشان كده زمان في الكنيسة الأولى وأولادنا كانوا يعلمونا أبائنا إن يوم ما نتناول ده نبقى يوم مقدس، يوم ما نخرجش ما نطلعش فيه لفظ، ما نطلعش. ده طبعا مش إن المسيح له صلاحية يوم ولا بتاع، المسيح له الصلاحية إلى الأبد. للعظم هذا السر يعني يقول لك ما تمشيش حافي اليوم ده، ما تتفش اليوم ده، ما تطلعش كلمة وحشة اليوم ده، لعظم هذا السر. لكن المسيح ليس له اكسباير، مش منتهي، ما بينتهيش مفعول. المسيح لأولاده هو أمس واليوم وإلى الأبد. المسيح اللي بتاخده النهاردة بتاخده بكرة، بتاخده في أي وقت من الأوقات، ساكن فينا إلى الأبد. وهذا السر العظيم اللي صنعته الكنيسة لينا، نقف في محطة جميلة قوي منها لكنها تبكت كل الناس. واحد وهو قاعد يسمع الكلام ده يقول لك طب وانا اروح اتناول ليه، انا مش مستحق. لا، ما الكنيسه تقول لنا كده، ابونا يشوف الناس قاعده، ناس مستعده للتناول، ناس مستعده تدخل، والناس مش مستعده. بص تلاقي ابونا يصرخ باعلى طبقه في القداس كده، طاجيتيس القدسات للقديسين. يتامل الاباء في القدسات للقديسين، يقول لك المسيح الذي يقف على الباب يقرع، بيعرض عليك نفسه، بيعرض عليك نفسه، أنت مستحق ومؤهل إنك تجيلي ولا لأ؟ ولو مش قادر تجيلي وقاعد في الصفوف دي مش عايز تتناول، ما بتتناولش ليه؟ علشان مخاصم حد؟ طب هو ده تقارنه بده؟ إيه مخصام؟ إيه ضيقاء؟ إيه شربت؟ إيه كلت؟ إيه عمل؟ كل الحاجات دي أحسبها نفاية من أجل أن أربح إيه؟ من أجل أربح. يقول لك القدسات للقديسين، مبارك الرب يسوع المسيح. مرة واثنين، ويمكن الناس تنسى، فأول مرة يجي ساعة كده ما يجي يخرج يناول الرجال ويناول السيدات، في كل مرة يعرض الجسد على الناس اللي واقف على الباب أقرع. لو واحد فيكم نايم يصحى، لو واحد فيكم مش مستحق يدور على سبب عدم الاستحقاقه عشان يؤهل ويدخل إلى المجد السماوي. طول القداس وإحنا واقفين نصلي بنشوف الشيروبيم والسيرافيم واقفين ملتفين حوالين المذبح بإجلال عظيم، لكن مفيش واحد فيهم يقدر ياخد ولو ذرة واحدة من جسد ودم ربنا. هكذا ميز الله الإنسان الذي فداه بدمه على عود الصليب عن كل الخليقة، حتى طغمات الملائكة والقديسين، الملائكة آسف والشيروبيم والسرافيم. لكن اللي خدوه هم دول اللي صاروا قديسين، أخذوا الجسد وشربوا الدم. عشان كده أيها الأحباء، كنيسة تسعى أن تقيم جسد ودم ربنا في كل مكان، في كل مكان، علشان ما تحرمش أولاد ربنا من أنهم يستمروا في رحلة الوصول للسماء، يستمروا في رحلة الوصول في السماء. زمان كان في كتاب كده، أول ما الكنيسة طلعت علشان بالقداسات، ما كانش لسه القداس منسق زي هما هو موجود دلوقتي، كان موجود كده في أحد صلوات القداس يقول لك كده، كما أن حبوب القمح تتجمع في عمل قربانة تقدم للمسيح، هكذا يجمع المسيح أولاده من كل مكان عشان يخليهم واحد. وهو ده اللي الكنيسة بقى ترجمته تاني، جعلنا مستحقين يا سيدنا أن نكون جسدا واحد. جسد المسيح ودمه اللي احنا بناخده بقى ده، اما نخرج نبقى كلنا واحد في المسيح، لا فينا غني ولا فقير، لا فينا شمال ولا فينا يمين، ولا لا في داعي ان انا ادينك ولا انت تديني اعيرك ولا انت تعيرني. احنا كلنا نئن من اجل خلاص نفوسنا. علشان كده كنيسة هي فئة القديسين. تلاقوا الناس الحلوة والعظيمة الاباء القديسين يختفوا في الاخر خالص. كنيسة في جسد ودم ربنا يسوع المسيح بتعلمنا إن اللي ياخد هذا الجسد ويشرب هذا الدم
يهب الله حياة مقدسة معه، يغير طبيعة الجسد الذي للفناء إلى طبيعة جسد عندما يبوق فيه الرئيس الملائكة، يبوق في القيامة المقدسة، القيام في المجيء الثاني لربنا، نلبس الأجساد الحلوة النقية، الأجساد اللي زي جسد المسيح لما قام من الأموات دخل إلى العليقة والأبواب إيه؟ والأبواب مغلقة. الجسد اللي هيرى الكل ويشبع مع ربنا بكل حاجة، ولا يرى خطية ولا يرى أي شيء يؤثره كما كان العالم يؤثرنا. في هذه الرحلة كلنا أيها الأحباء نفرح بالقيامة، وفي خلال ومن ضمن خلال هذا الفرح نعد أنفسنا إلى حياة الملكوت. علشان كده كنيسة بتعلم ولادها وتقول لهم كده، ليس موت لعبيدك بل هو إيه؟ انتقال. عشان انت خدت إيه؟ خدت اللامائت، خدت المسيح اللامائت، المسيح اللي مش ميت، الحياة موجودة في داخلك. أنت بتنتقل من عالم ترابي إلى عالم آخر يتمتع بمجد ومعية المسيح إلى الأبد. يهبنا الله هذه الحياة المباركة معه، يمتعنا دائما برحلة قيامته المجيدة التي بها نسعى إلى الفردوس. له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.